السلام عليكم. كيف ما رانا عارفين 90% من المجتمع ديالنا كيعاني اليوم من العين والحسد والحقد واعمال السحر اللي كتجي في غالب الاحيان من اقرب الناس واللي كتاثر سلبا على حياتنا اليوميه وكتسبب لنا فعكوسات في العمل ومشاكل اسريه، وبالطور ديالها كتؤدي في غالب الاحيان للطلاق ومشاكل كبيره. اغلب الناس كيطرح نفس السؤال، وشنو هو الحل؟ الحل اليوم مع الشيخ ديالنا اللي غني عن التعريف، وهو أكبر معالج روحاني في المغرب العربي والعالم الإسلامي، اللي كيفك جميع أنواع السحر من السحر السفلي والأسود وسحر الطبائع والرصد وأيضا سحر الطلاسم وجميع أنواع السحر، وأيضا علاج العين والحسد والتابعة اللي كتسبب في إسقاط الحمل واضطراب العادة الشهرية وأيضا فساد العلاقة الحميمية بين الزوجين، ولا ننسى علاج الوسواس المرضي القهري، أيضا علاج الجن العاشق عند النساء والرجال اللي كيعطل وكيمنع الزواج عند كثير من الشباب. وهنا غنشيروا الحجابات اللي يمكن الشيخ يخدمها لكم، مثل حجاب النور، حجاب العود السليمانية، حجاب الغاسلة، وأيضا الخواتم الروحانية الأصلية اللي غنية عن التعريف اللي كيخدمها الشيخ في مدة وجيزة وكتعطي النتيجة ديالها في الحين، بعيد كل البعد عن الغش والتزوير. واللي مازال باغي يعرف شي معلومة يمكن ليه يتواصل معنا على الرقم التالي.